بسم الله الرحمن الرحيم. نتصور أنه من المهم جدا أن تكون هناك عدة أمور واضحة متجددة متجدرة بينة يرددها الناس ويوضحها مختلف النشطاء والسياسيين في أي محفل وفي أي فرصة تحصل له. أولها أن البحرين بعد انطلاق الثورة تم احتلالها وما زالت الآن تدخل في العام الثالث، بلد يرزح تحت الاحتلال جراء انطلاق ثورة شعبية وطنية محلية. الأمر الثاني أن الصراع في البحرين بعد انطلاق الثورة لم ينحصر في تسميته السياسية، وإنما تعداه إلى صراع طال المذهب وطال عقائد الناس ومعتقداتهم، وسويت عشرات المساجد بالتراب، وهذا لا يدخل في الخصومة السياسية وإنما يعكس أن هناك صراع وجود بين شعب البحرين وبين من يحكمه. الأمر الثالث أن شعب البحرين يضج من أقصاه إلى أقصاه بشعار واضح بين جلي يتردد ويرددّه كل الناس بأن يسقط الدكتاتور حمد. الأمر الرابع، نحن لم ننطلق في هذه الثورة، لم تنطلق لتنتهي بتدوير الوجوه الخليفية، وأن آل خليفة ليسوا من الثوابت الوطنية، وبالتالي ليس هناك أي حاجة للاستعجال في التوافق أو في التصالح أو في الحل، بل إن الاستعجال في الذهاب لأي حل قد يكون جريمة بحق كل هذه التضحيات، ويكون جريمة بحق كل الشهداء، ويكون جريمة بحق المساجد وبحق كل ما جرى. حق البحرانيين بأن يتمتعوا بالحرية وكامل الاستقلال، حق البحرانيين أن يختاروا من يحكمهم وكيف يحكمهم، حق البحرانيين أن يقتصوا من القتلة ومن الجلادين ومن عذبوهم، حق البحرانيين أن يحكمهم بحرانيون من داخل الوطن لم تتلطخ أيديهم بالدماء. من الحقائق في البحرين أن من قام بالجرائم ومن مارس التعذيب ليسوا مأمورين فقط من النظام الحاكم، وإنما هم من أفراد العائلة الحاكمة، وكل الناس تعرف أن الجلاد ناصر ابن الدكتاتور حمد أشرف شخصيا بتعذيب قادة الثورة الذين يرزحون في داخل المعتقلات، والكل في البحرين وفي خارجها يعرف أن الخليفيين أداروا كثيرا من الحملات التي شنت على القرى وعلى المناطق والتي فيها عذب الشباب وقتل من أبناء الوطن من قتل. لا يأس ولا تردد، هؤلاء الشباب وهؤلاء الثوار صامدون في الميادين، لم يشعروا بالملل ولم يشعروا بالضعف ولم يشعروا بالتعب، ولذلك من يشعر بالتعب ومن يشعر بالضعف ومن يستعجل في الحل فليمثل نفسه ولا يتحدث عن الشهداء الذين وثقتهم الصور لقطات الصور الفيديو أنهم كانوا يخرجون في الميادين ويرفعون شعار اسقاط الدكتاتور حمد، وأنهم سقطوا شهداء في مسيرات وفي احتجاج وفي مسيرات كانت تنادي بالبراءة من الطاغية حمد، وأن من دخلوا وتعذبوا في داخل السجون كانوا يتعذبون لأنهم رفضوا مبايعة هذا الطاغية. من يريد أن يمثل التضحيات الشعبية لا يتحدث باسم هذه التضحيات ليثبت النظام الدكتاتوري أو يثبت هذا الحكم اللعين. نحن منصورون في نهاية المطاف ومؤمنون أن ثمن هذه التضحيات سيغير الوضع وسيسقط الدكتاتور في يوم من الأيام. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.